الإشاعات بتقول إن في جزيرة سرية في المحيط الجنوبي، والجزيرة دي كلها ستات وبس، وعشان كده الناس مسمينها الجزيرة العذراء. ده غير إن قابلة الستات دي معاهم بذرة غامضة بتخليهم يكبروا في السن أبطأ 10 مرات من الناس الطبيعية، وعشان كده ناس كتير بتدور على الجزيرة دي، ومن ضمنهم أستاذ سونج، واللي عايز يبقى خالد وما يموتش، وبكده بيبعت رجالته والخبراء مقابل الفلوس عشان يدوروا على الجزيرة دي. وده وانج بطل فيلمنا، وفي بداية الفيلم بنشوفه هو بيسمع أخبار عن أستاذ سونج وإنه اتبرع بمبلغ كبير للناس اللي بتروح تدور على الجزيرة العذراء. وفي وسط الأخبار دي بنسمع عن غموض الجزيرة دي، وبنعرف كمان إن محدش من المستكشفين اللي راحوا الجزيرة دي رجع حي، ولحد دلوقتي الشخص الوحيد اللي وصل للجزيرة دي هو باحث مشهور اسمه لي، ولي ده يبقى أبو وانج، بس عمره ما رجع من الجزيرة وما سابش رسالة لحد، حتى ابنه. وطلعت إشاعات إنه اتسحر بجمال الستات اللي على الجزيرة، وعشان كده هو قرر يعيش فيها. وانج بيقرر انه يدور على ابوه، فبيشارك في استكشافات استاذ وانج، وبيروح الشط عشان يركب سفينة، وهناك بيقابل واحد صاحبه اسمه هيون وو، واللي بيقوله انه بحار خطير وانه لسه متخرج من كلية بحرية، والبحر ده لعبته. وبعد ما بيجهزوا كل حاجة، وانج وهيون بيطلعوا على السفينة، واول ما بيتحركوا بيجيلهم واحد من رجالة استاذ سونج وبيديلهم جهاز تتبع. وبعد فترة الاتنين بيطلعوا على المحيط وبيبتدوا رحلتهم، وفي الاول بيبقوا متفائلين وعندهم امل انهم يلاقوا الجزيرة بعد شهرين من السفر بلا هدف. بيتشاموا وبيقرروا يلغوا الرحلة، خصوصا ان الاكل اللي معاهم بيبتدي يخلص، فبيدعوا انهم يلاقوا الجزيرة دي في اقرب وقت. وفي يوم هم بيشتكوا من ان جهاز تحديد الموقع مش شغال، مجموعة من الطيور بتحوم حواليهم، وانج بيبقى نايم وبيصحى على فضلات الطيور وهي نازلة على وشه، فبيكتشف ان دي طيور نورس، وان ده معناه ان في جزيرة قريبة من هنا. ولما بيستخدم المنظار بيلاقي الجزيرة في وشه فعلا، والاول مرة في حياته بيفرح بفضلات الطيور على وشه، بس لسوء الحظ الموج العالي بيخليهم ما يقدروش يقربوا السفينة من الجزيرة، وبيضطروا ياخدوها عوم لحد الشط. وفي المشهد اللي بعد كده لما الاتنين بيصحوا وبيلاقوا نفسهم على الشط، بيلاقوا قدامهم جيش ستات محاوطهم، وبيكونوا لسه مفقوش، فوانج بيسألهم اذا كانوا وصلوا على الجزيرة العذراء، بس الستات بتفضل متنحة وساكتة. وبعد فترة بياخدوهم على المخيم بتاعهم وبيحققوا مع الشباب، وكالعادة هيون بيعمل فيها الورد الصايع اللي مدوخ الستات وبيحاول يعكسهم، لكن الستات بتضربه وبيوقعوه على الارض. وبعدها الشباب بيتحبسوا في قفص خشب كعقاب ليهم. وفي الوقت ده زعيمة القبيلة بتريارش بتروح لهم وبتقول لهم ان طول ال500 سنة اللي فاتوا كان في رجالة كتير بيقتحموا الجزيرة بتاعتهم، وكلهم كانوا بحارة عندهم خبرة. وهيون بيكون مش مصدق ان الستات عاشت طول الفترة دي، وبيسألهم اذا كانوا خالدين، بس بتريارش والستات اللي معاها بيسيبوهم وبيروحوا يشوفوا مصالحهم. واول ما الستات بتبعد، وانج بيطلع السكينة اللي كان مخبيها طول الوقت ده، وبيتفق مع هيون انهم يهربوا لما ليل يليل، وبينجحوا انهم يهربوا من القفص فعلا. وبعدها وانج بيقرر انه يفتش في المكان على اي ادلة، وهيون بيقول له انه هيدور على طريق يهرب بيه من الجزيرة. وفي المشهد اللي بعد كده هيون بيلف في الغابة عشان يدور على طريق يهرب منه. وفي الوقت ده يانج بيروح على قرية الستات وبيدخل في كهف، وبنعرف ان الستات عاملين فخاخ كتير هيون بيقع فيها كلها. وفي الاول بيقع في حفرة ارانب، وبعد كده بيتغذى بسهم خشب في ظهره، واللي زاد وغطى انه بيقع على راسه جوز هند، فبيتبهدل على الاخر. وفي الوقت ده مويان، واحدة من بنات القبيلة ومعها اختها مون، بيدخلوا الكهف اللي وانج كان بينخور فيه، وبنعرف ان الكوخ ده عبارة عن حمام القبيلة. ولما مويان بتجهز عشان تاخد دش، وانج بيحاول يهرب من المكان، ولسوء الحظ البنت الصغيرة مون بتلمحه، وانج بيحاول يرشيها بمصاصة، بس مون بتصرخ وبتنبه الستات اللي في القرية. وانج بيجري عشان يهرب منهم، والستات بتجري وراه وهما ماسكين الرمح، ولما بيحاول يخوفهم بيفشل وبيقضوا عليه من تاني. وفي أوضة المحاكمة بتريارش بتقول لوانج ان الهروب من السجن ده عندهم خطيئة، وان اللي بيحاول يهاجم القبيلة ده بيتعاقب عقاب مميت. وفي اللحظة دي هيون بيدخل عليهم وهو مفهوش حتة سليمة في جسمه، وبيبقى جاي ينقذ صاحبه وبيهدد القبيلة، وبيقول لهم ان جندي متدرب وعنده مهارات قتالية، لكن الستات بتكشف كدبه وبيهزموه من تاني. والقبيلة بتبقى شايفة ان لما واحد يشوف واحدة وهي بتستحمى بيخليها تحس انها قبيحة، وعشان كده بيحكموا عليهم بالاعدام. وقبل ما يجهزوا الشباب للحكم، بتريارش بتكون عندها فضول تعرف هما ايه اللي جابهم هنا، فوانج بيقولها انه بيدور على ابوه اللي جه هنا من 10 سنين، وبتريارش بتقوله انها فاكرة باباه، بس لو لقيته هتموته. وبعدها بتأمر الستات انهم ياخدوا الشباب عند الشجرة المقدسة ويشوهم هناك، فهيون بيقولهم انا عملت ايه؟ انا ما شفتش مويان وهي في الحمام، وبيطلب انهم يسيبوه يعيش، لكن هم مش بيوافقوا. وبعد كده الستات بتجهز الشواية، وفي الوقت ده بيكونوا مكتفين الشباب وحابسينهم في جراد الكبيرة، وهيون بيخاف ليكونوا بيتبلوا قبل ما يتحطوا على النار. ومويان بتدخل عليهم وبتكون جاية تواجه المنحرف اللي شافها، وبتهزه عشان كان بيتجسس عليها، وبتقول له ان عشان تشيل لقب قبيحة من عليها لازم تقتله. ولما بتكون هتموته خلاص، بنكتشف بعدين ان كل اللي عملته هي انها فكت الحبل بتاعه وبتساعدهم يهربوا، وبتقول لهم انها بتكره وانك، بس في نفس الوقت هي مش عايزاه يموت بسببها. ولسوء الحظ الشباب بيمشوا من طريق الغابة وبيقعوا في الفخاخ اللي معمولة، وتاني يوم الصبح بتقبض عليهم من تاني، والمرة دي بيكتفوهم قدام الشجرة المقدسة، والستات بتجهز مكونات كتير وبيولعوا نار عشان يعملوا حفلة شوي ويتعشوا بالرجالة، بس واحدة بتقطعهم وبتقول لهم ان تشون هو بتغرق في المحيط،
فالستات كلها بتجري على الشط والشباب بيستغلوا الفرصة وبيحرقوا الحبل اللي متكتفين بيه وبيهربوا ومش بياخدوا بالهم انهم ولعوا في الشجرة المقدسة من غير قصد. وفي الوقت ده الستات بتعيط وهم شايفين صاحبتهم بتغرق ومش قادرين يعملوا لها حاجة، والشباب بيستغلوا الموقف عشان يهربوا، لكن وانج بيغير رأيه في اللحظة الأخيرة وبيقرر ينقذ البنت اللي بتغرق. وفعلا بيتجاهل حقيقة ان الستات دول بيكونوا اعدائه وانهم كانوا عايزين يموتوه هو وصاحبه، وبينطوا في البحر وبينقذوا تشون هو. وبعد ما بيرجعوا على الشط هيون بيعمل لها تنفس صناعي واخيرا بتفوق، والستات بتسقف للشباب على شجاعتهم. وبعد كده وانج وهيون بيقعدوا قدام بتريارش، وتشون هو بتكون عايزة الزعيمة تعفي عنهم بعد ما انقذوا حياتها. وفي اللحظة دي تشون هو بتكون ابتدت تعجب بهيون، وبتريارش بتفكر انها تعفي عن الشباب، بس فجأة بتيجي واحدة وبتقول لها ان الشجرة المقدسة اتحرقت واتدمرت. وبعد ما بتريارش بتعرف ان وانج وهيون هما السبب بتقرر تعدمهم فورا، وبرغم ان مويان وتشون هو بيقترحوا انهم يدوا الشباب فرصة اخيرة، فبتريارش بتديهم مهلة 3 شهور عشان يرجعوا الشجرة زي ما كانت، وبتقول لهم ان لو الشجرة ما رجعتش زي ما كانت هتقتلهم فورا. وتاني يوم وانج وهيون بيحاولوا يصلحوا الشجرة ويسقوها، ومع الوقت الشباب بيقربوا اكتر من البنات وبيساعدوهم في مهامهم اليومية باستخدام الادوات والتقنيات الجديدة وعضلاتهم طبعا، وكمان بيوروهم ازاي يزرعوا خضار. وفي الوقت ده تشون هو بتحاول تقرب من هيون وتلفت انتباهه وبتجيب له ورد وفاكهة كل يوم. وفي يوم وانج بيحاول يخلي جهاز تحديد الموقع يلقط إشارة وبيلاحظ ان في تعبان خطير قريب من مويان، فبيروح ينقذها بسرعة. وهم نايمين على الارض مويان بتقوله ان التعبان ده الحيوان الاليف بتاعها وهي مربياه. وتاني يوم وانج وهيون بيلاقوا الشجرة المقدسة رجعت لطبيعتها، وفي اليوم ده كل ستات الجزيرة بيحتفلوا مع الشباب وبياكلوا وبيرقصوا. وانج بيلاحظ ان مويان بترقص مع نفسها في هدوء، وهنا بيحس بقيمة الحياة الهادية اللي هم عايشينها، وان الحياة مش بطول السنين اللي بتعيشها، وان الجزيرة دي تستاهل انك تضحي بحياتك علشانها. وهنا بيستوعب انه محظوظ عشان لقيها، وبيقرر انه يحمي مويان والقبيلة بتاعتها. وبعد شوية مويان بتحكي لوانج عن تاريخ قبيلتها وبتقوله ان من فترة طويلة كان في قبيلة كلها ستات اسمها قبيلة الساحرة، والقبيلة دي اتخلقت بالتولد البكري وكانت دي اقرب قبيلة للطبيعة، وعايشين وسط البشر البدائية وكانوا مسؤولين عن حماية البذرة يوان، ومهمتهم انهم يحموا التوازن اللي بين الطبيعة والحياة. ومع توسع البشر زادت رغبتهم في القتل، وفي يوم بيكتشفوا موضوع البذرة يوان، وبكده بتحصل إبادة جماعية لقبيلة الساحرة. وعشان يحموا البذرة دي زعيمة القبيلة بتديها الأصغر بنت فيهم وبتطلب منها انها تبعد من المكان على قد ما تقدر، والبنت بتشوف عيلتها كلها وهي بتتقتل بس بتهرب زي ما بيقولولها. وبعد مدة بتصحى وبتلاقي نفسها في الجزيرة مهجورة، وبتلاقي البذرة اللي كانت معاها ابتدت تنتشر في المكان، والجزيرة المهجورة ابتدت يبقى فيها حياة. ومع الوقت البنت كبرت وبتعمل قبيلة جديدة على الجزيرة، وبتفضل تحرس في البذرة يوان. وبعد كده مويان بتقول ان البنت دي بقت هي بتريارش، وانهم منحدرين من قبيلة الساحرة. وتاني يوم الصبح بتاخد وانج على المكان اللي شافت فيه بابا اخر مرة، وهناك وانج بيلاقي مذكرات بابا وبيلاقي كاتب فيها عن الوقت اللي قضاه مع قبيلة الساحرة، وبيكون كاتب انه بسبب طيبتهم وبساطتهم ولطفهم محبش ان حد يدمر حياتهم، وعشان كده هو ما بلغش عنهم على امل ان القبيلة ما يجرالهاش حاجة وتفضل منعزلة عن طمع الناس وتفضل منعزلة عن طمع الانسان. وبعدين بيختم مذكرته بانه الان على وانج وبيتمنى انه يفهم الاختيار اللي اختارته. وفي المشهد اللي بعد كده وانج بيعرف هو المفروض يعمل ايه بجهاز التتبع اللي معاه، وبيفضل يكسر فيه هو وصاحبه، وقبل ما يمشوا بيسمعوا صوت جاي من الجهاز، وده معناه ان الجهاز لسه شغال. وفي الناحيه الثانيه استاذ سونج بيعرف بمكان الجزيره، فالشباب بيجوا على بتريارش وبيحذروها عشان تمشي من الجزيره دي فورا، لان استاذ سونج ورجالته زمانهم في الطريق وجايين ياخدوا البذره اللي كانوا بقالهم كتير بيحموها. وبعد كده بيقرروا انهم يحطوا خطه يغروا بيها الرجاله ويخلصوا عليهم واحد واحد. وبعد فترة أستاذ سونج بيجي فعلا ومع رجالته وبيأمر مجموعة منهم انهم ينزلوا يفتشوا في الجزيرة، ولما رجالة بتروح على القبيلة بيتفاجئوا لما بيلاقوا الستات واقفة مستنياهم. وبعد كده الستات بتنفس خطتهم وبيخلوهم يسكروا وبيفقدوا وعيهم، ولما أستاذ سونج بيلاقي مفيش رد من رجالته بينزل بنفسه على الجزيرة وبيبتدي يفتش فيها. ووانج وهيون بيسلموا عليه وبيحاولوا يقنعوه ان مش هي دي الجزيرة العذراء اللي بيدور عليها، بس استاذ سونج مش بيصدق الكذبة دي وبيأمر رجالته انهم يكتفوا الستات ومعهم وانج وهيون. وبعدها بيهدد بتريارش وبيسألها عن البذرة عشان يبقى خالد زيهم، ولما بترفض استاذ سونج بيهدد انه يقتل مون، فالستات بتوافق انهم ياخدوه على مكان البذرة. وفي الطريق تشون بتضرب واحد من الرجالة وبتخليه يفقد وعيه، وباقي القبيلة بتحارب معاها. وفي الوقت ده استاذ سونج بيهرب من المكان ومعاه وانج، وبيجبره يلبس قنبلة وبيهدد انه هيفعلها لو ما قالوش على مكان البذرة. وفي اللحظة دي هيون وباقي ستات القبيلة بيوصلوا بيحاربوا استاذ سونج، وهم بيقتلوه الزرار بتاع القنبلة بيقع وبيتفعل. وقتها وانج بيستوعب انه لازم يضحي بنفسه، فبيجري ناحية المحيط لوحده، وهو بيجري بيفكر في الفترة اللي عاشها مع ستات القبيلة، وبيفهم اخيرا ان مهمتهم هي انهم يحموا التوازن بين الحياة والطبيعة، وبيفهم كمان التضحية اللي ابوه عملها زمان، وان دلوقتي ده دوره ان يضحي وكمان عشان يحمي القبيلة. وبعد شوية القنبلة بتنفجر في البحر، وميان بتنهار على موت وانج، والباقيين بيعيطوا عشان خسروا واحد زي وانج وضحى بحياته علشانهم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف وانج وهو على الشط ولسه عايش بمعجزة، والظاهر ان سحر الجزيرة انقذه عشان ضحى بحياته، وبكده يكون خلص فيلمنا.
لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.